يعني بدي اجيب لك سؤال، شو اسمه هذه؟ مو تقول بون كتر، تقول رونجير بين قوسين بون كتر used for cutting of the bone. تمام، نجي على ثاني آلة، ثاني آلة وثالث آلة ورابع آلة تتشابه كلها مثل المقص، كلها مثل المقص، بس كل واحدة لها وظيفة وكل واحدة لها اسم. هذا مقص حقيقي، اسمه سيزر. شو اسمه؟ سيزر. شو اسمه هذا بابا؟ اسمه سيزر. فهذا السيزر اكو بعدة اشكال. عليكم السلام بابا. اكو عدل، اكو شوية بقوس، اكو عريض، اكو قصيف، اكو طويل، اكو ناعم، اكو اكثر من هذا بعد. شلون ما يكون شكله؟ شلون ما يكون وظيفته نفسه؟ شو اسمه؟ سيزر، واسمه نفسه. تمام؟ هذا هم يشبه المقص بس بيلوك. شنو بي؟ بيلوك، يطبق، يقفل. تمام؟ هذا لزمته بهاي الطريقة، ما يصير نزمه بغير طريقة. هذول الأصبعين، هذا الأصبع وهذا الأصبع، الميدل والثامب، ميدل والثامب، ونجيب الاندكس مساعد لهم حتى نقدر نقفل ونفتح، ونقفل ونفتح. يعني ما نزمه هيجي مثل المقص مال الأشجار بإيدينا الاثنين. تمام؟ تمام بابا؟ تمام. هذا العدل يسموه نيدل هولدر. شو يسموه؟ نيدل هولدر. شو يسموه هذا بابا؟ نيدل هولدر. هذا المقوس النازل يشبه هذا، هم بيلوك وهم يمزم، بس ما يسموه نيدل هولدر. شو يسموه؟ يسموه موسكيتو فورسبس. شو يسموه؟ يسموه موسكيتو فورسبس. تمام؟ تمام ابني؟ زين. بس نرجع اليوم ذول الأربعة السريع: رونجير أو بون كتر، سيزر، نيدل هولدر، موسكيتو فورسبس. تمام؟ زين. هذا ميوكو بيريوستيال ريتراكتر والإليفيتر، شايفين ميوكو بيريوستيال إليفيتر. تمام. هذا البون فايل اللي بيه هذا شكل عريض وهذا شكل ناعم وهذا شكل شوي اطول وهذا هيك وهذا، شلون ما يكون شكله؟ هو مبرد. اذا تمشي نوع بون فايل يوست فور بون سموثنينج اور بون فايلينج. تمام. هذا تويزر ملقط. تمام بابا. هذا اسمه ملت، ملت اور هامر. هذا نشوفه وين يشتغل بيه. تمام بابا. هذا مثل خاشوقه، مثل خاشوقة، يسموه كيوريت. يسموه كيوريت used for curation، مثل خاشوقة يسموه كيوريت used for curation، يعني إزالة، تشيل بي هذا ابني، تشيل بي هذا، تشيل بي سيست، تشيل بي جرانيلوما، تنظف بي سوكت، تشيل بي فراغمنتس اوف توث. تمام ابني؟ يعني تنظف في داخل السوكت او في داخل البون. تمام. بس هذا الشكل ما تشوفون غيره، اسمه كيوريت، داخل مالته مقعر. تمام ابني؟ بيحجامه. هسه عندنا ما بيحجامه. هسه عندنا هذا يسموه سيرجيكال سيلك. شو يسموه؟ سيرجيكال سيلك. هذا الغلاف مالته بهذا الشكل، سيرجيكال سيلك. تمام. هذا السلك اوف ذا سيرجيكال سيلك، وهذا النيدل اوف ذا سيرجيكال سيلك. هذا سيرجيكال سيلك يوزد فور سوتشرينج، يعني هذا السلك نستعمله للخياط. هذا النيدل اوف ذا سيرجيكال سيلك. تمام ابني؟ اكو اشكال هنا؟ ماكو اشكال هنا. هسه اكو عندنا باقي اخر تو انسترومنت اوف ذا سيرجيكال سيك. دكتور بدل شنو بيتكم؟ هذا سيجر انجس بي سيرجيكال سيك، انجس بي سيت تشو نيدل هولدر تو هاندل ذا نيدل اوف ذا سيرجيكال سيك، موسكيتو فورسبس اللي تشو فورسبس، رتراكتر تعرفي، هذا انجس بي بون. هذا نستعمله وين؟ كذا المرات يكسرون بيبون او يشيلون بي سن، يسوون بي سيبريشن، بس ما نستعمله احنا. هذا ينعم العظم، كذلك هذا كيوريشن فور كيوريت. تمام. تمام. هسه عندنا بقت الشفره اللي هي البليد، سيرجيكال بليد. شو اسمها؟ سيرجيكال بليد. سيرجيكال بليد الشفره اسمها سيرجيكال بليد. وقعدنا الهاندل مال الشفره اللي هو اسمه سكالبل. شو اسمه؟ سكالبل. سكالبل هذا بجهتين، جهه عدله ملسه
وجهة بها مثلث تراينجل. الجهة العدلة ما نستخدمها، نجي المثلث على المثلث. هيك ما يقعد، لازم ينقلب هيك. تمام بابا؟ نجي هذا بي سكة وهذا بي سلايد، هذا يقعد ببطنها. اوكي بابا؟ مال فلاب. Used to doing flap or cutting soft tissue. تمام بابا؟ تمام ابني؟ اكو مشكال؟ كله فاهمين؟ صوروها وتعرفوا عليها وكملوا وتوكلوا والله. السلام.